سيهاب من نكون شاعر فنان كتب لخليفة أحمد، كتب للشيخ المرقيس، كتب للشيخ الصديق، كتب لرابح درياسة، كتب عمارة محمد المسعالي عفوا والعيش البشير محمد المازوني نادى بن يوسف عدة أحمد حمزة التونسي عدة فنانين يكتب لهم هذا الشعر. راح يشوفوه في قصيدة ويشوفوه في صوت آخر يرافقوا إذا كان في سيدي إن شاء الله. شكرا، اهلا وسهلا بكم، شرفتونا بحضوركم ونشكروا سي مرقيس اللي يعني دار هذا الحفل لاحياء التراث القديم والتراث الجديد وكل يعني يحيى هذا الفن هذا يعني. عندي قصيده على المرحوم محمد بن زوالي، هو ما بال واكبر شاعر في الحضنه كما عبد الرحمن بن عيسى كاين الكبار يعرفوه الصغار نساوه، ولكن هذا تاريخ الشباب يبحث على هذا التاريخ وعلى هذا الشعراء اللي خلاو تراث كبير ما ينساوهمش. قصيدة هذه يقول: بعد الغيبة الطائلة لكم جينا وتفكرنا احباب في هذا المرسم بالزوالي شيخ شاعر في الحضنة بن عيسى معروف أديب معلم. في الخمسة وستين أنا كنت هنا وأنا كنت نجي هنا يا نقصدهم أحبابي الاثنين ومعاهم كنا مني كنت صغير في الشعر النطم ويامات الخير معاهم شفنا ما نهدر بنعيدنا منهم نحشم راحوا ومشاوا وين شباعتنا من فقد الأحباب قلبي متألم أرحم بالكثرى يا من تسمعنا وزاود بالرحمة والمولى يرحم. بن الزوالي كان هو بابنا واللي قصده ضيف بالخير مكرم ماذا عدي لاليا لوزهينا بالقصبة والرباب والصوتين الدم ينقم وفقدنا رجال زين تعطلنا وصماتت عني الدنيا يا فاهم راحوا من الدنيا وها تركونا ضرك عاد قليل من هو يعشق الله يكمل ايام افعال الزينه وبالصلاه على النبي قولي نختم رابح بن دكوم هذاك اسمانا الشعراء جميع لهم مسلم من وسان الباهيه من وسان كان باقي تقصدنا وانت الباهيه ديروا ما ترسم وسلم الكل من هو يسمعنا وسمحوا لي كان في قولي نوهم. شكرا شكرا شكرا. على كل حال عندي شيء فيه واحد الاغنيه قديمه اعطيتها للاخوه باش يجوزوها ما عندوش وقيله باش يجوزوها ما قدرش يجوزوها نقول فيها: الله يا الله يا ربي يا خالق العباد والحاره زاد. قصيده هائله كنت باش يعني نقدمها لكم والله ذيك المرات مش حافظ القصيده كلها ولكن كان بالموسيقى اللي حافظها.